إذا كان الحاكم كافرا فلا يجوز الخروج عليه إلا بقوة تسقطه من غير ما يترتب على ذلك دماء ورعب وخوف. أما أن يخرج والله مثلا بسكاكين المطبخ بسيوف وعنده دبابات وعنده صواريخ، الإسلام لا يأمر بهذا. فاصبر صبرا جميلا فاعف عنهم واصفح. نهي عن القتال في أول الإسلام لأن ليس لديه قوة.